نشرة الأخبار على الحياة فام. منتصف الليل من الحياة فام، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة حول دفع إنجاز المشاريع والبرامج في قطاع السياحة والصناعات التقليدية. انعقاد المجلس الوطني للجباية بإشراف وزيرة المالية. متابعة قطاع زيت الزيتون المعلب محور الاجتماع 29 للمجلس التونسي لزيت الزيتون. سفير كوريا الجنوبية بتونس يعرب عن رغبته بلاده في تطوير آفاق التعاون مع تونس. وروسيا تتهم الغرب بعرقلة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. إلى تفاصيل النشرة، حيث انتظمت أمس الجمعة 28 من أكتوبر الجارية جلسة عمل مشتركة تحت إشراف كل من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود الياس حمزة ووزير السياحة محمد المعز بالحسين، وبحضور الإطارات السامية بالوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية. وخصصت الجلسة لتدارس عدد من المسائل المتعلقة بقطاعي السياحة والصناعات التقليدية وتطوير القوانين المتعلقة بالاستثمار في مجال اللواء السياحي البديل خاصة بالمناطق الفلاحية والغابية، بالإضافة إلى سبل كفيلة بتطوير السياحة الصحراوية والواحية والإيكولوجية. وفي ذات السياق، تم التطرق أيضا إلى سبل تدعيم نشاط مختلف الحرفيات والحرفيين والمؤسسات الحرفية في علاقة خاصة بتوفير المواد الأولية المتأتية من الغابات وخشب الزيتون واستئناف استغلال مقاطع الطين، وذلك لتطوير نشاطهم بما يمكن من النهوض بالتصدير في مجال الصناعات التقليدية. أكد المتحدث باسم الحماية المدنية أمس الجمعة بأنه قتل 9 أشخاص وأصيب 423 آخرون في حوادث مختلفة خلال 24 ساعة الماضية. وأضاف المصدر ذاته بأن وحدات الحماية المدنية تدخلت في 447 حادث، من بينها 50 تدخل لإطفاء الحرائق و106 تدخلات للنجدة والإسعاف بالطرقات و285 تدخل للإسعاف في غير حوادث المرور. أشرفت سهام البغديري نمصية وزيرة المالية صباح أمس الجمعة بمقر الوزارة على انعقاد أشغال المجلس الوطني للجباية، وذلك بحضور أعضاء المجلس الممثلين عن المنظمات والهيئات الوطنية. وخصص الاجتماع لعرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 23 و2000 وأهم المحاور التي يتضمنها والمتعلقة أساسا بمواصلة الإصلاح الجبائية ودعم الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية ورقمنة الإدارة والحد من التعامل نقدا مع مواصلة التصدي للتهرب الجبائي والاقتصاد الموازية وتوسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها وملائمة التشريع الجاري به العمل مع المعايير الدولية، فضلا عن إجراءات ذات طابع اجتماعي. أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يشارك عثمان الجرندي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي سينعقد يومي 29 و30 من أكتوبر الجاري بالجزائر، وذلك في إطار الأعداد للدورة العادية 31 لمجلس الجامعة على مستوى القمة التي ستحتضنها الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر المقبل، والتي ستشهد تسليم رئاسة القمة من تونس إلى الجزائر. استقبل وزير النقل ربيع المجيدي أمس الجمعة سفير كوريا الجنوبية بتونس والوفد المرافق له والممثل لشركة روتاما، وكان اللقاء فرصة لتناول فيها طرفان آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي النقل الحضري والنقل الذكي، ومناسبة لتدارس جملة من المسائل المتعلقة بعدد من وسائل النقل الحديدية. ودعا الوزير إلى وضع برنامج عمل مشترك وفق رزنامة مضبوطة يتم من خلاله متابعة مدى تقدم المشاريع ذات التعاون المشترك بين تونس وكوريا. ومن جهته أعرب سفير كوريا الجنوبية عن رغبة بلاده في تطوير آفاق التعاون مع تونس. وفي أخبار العالم، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الغرب بعرقلة صادرات الحبوب والأسمدة عبر البحر الأسود جراء العقوبات الغربية أحادية الجانب التي فرضت عقب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا. وقالت روسيا أن 3% من صادرات اتفاق الحبوب الأوكرانية تمنح للدول الأشد فقرا فقط. نهاية النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة حول دفع إنجاز المشاريع والبرامج في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية. انعقاد المجلس الوطني للجباية بإشراف وزيرة المالية. سفير كوريا الجنوبية بتونس يعرب عن رغبة بلاده في تطوير آفاق التعاون مع تونس. وفي العالم، روسيا تتهم الغرب بعرقلة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير.